بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء أو درس جديد من دروس مادة الفيزياء نعرف الآن اللي هي طيف المصادر أو طيف العناصر الكيميائية نقول هي عبارة عن طيف يشعها العنصر أو العناصر الكيميائية هي عبارة عن أطياف نتحدث عن العناصر الكيميائية هنا أطياف تشعها تشعها أو تبعثها العناصر الكيميائية قلنا مثل ذرة الهيدروجين أو إلى آخره طبعا تعتبر اللي هي طيف خطي غير متصل تعتبر طيف خطي غير متصل طيف خطي غير متصل طبعا يحوي على عدد من الأطوال الموجية يحتوي على عدد من الأطوال الموجية يحوي عدد من لامدا لامدا معناه اللي هو واي مقلوبة ممكن عشان نوضحها واي lambda عدد من الاطوال من الاطوال الموجيه الموجيه ماذا مثل, مثل مثلا معنا مثل الطيف اللي هي ذره الهيدروجين مثل آه طيف ذره الزئبق آه مثل طيف ذره النيون يعني نعطي امثله مثل طيف ذره الهيدروجين مثل طيف ذره الهيدروجين اللي هو H2 وطيف ذره الزئبق اللي هو يرمز للزئبق Hg وكذلك طيف ذرة أنيون إن إي إذا مفهوم طيف العناصر الكيميائية طبعا العناصر الكيميائية الذرات سوف تعطي أطياف ألوان لكن مثلا غير مرئية هنا سندرس هذه الحالة لكي ندرسها يجب أن نفهم معنى طيف العناصر الكيميائية قلنا هي أطياف تشعها العناصر الكيميائية طبعا في ظروف معينة وتعتبر طيف خطي غير متصل طيف خطي غير متصل طبعا ما المقصود غير متصل يحوي عدد فقط عدد فقط من الأطوال الموجية وليس كل الأطوال الموجية لذلك نقول أنه طيف خطي غير متصل معناه أنه يحتوي على ترددات معينة او اطياف معينه فقط وليس كل الاطوال الموجيه مثل مثلا طيف ذره الهيدروجين طيف ذره الزئبق طيف ذره انيون اذا هذا مفهوم طيف العناصر الكيميائيه اذا هي عناصر طبعا تكون غير متصله طبعا طيف خطي غير متصل لماذا غير متصل قلنا بالنسبه للعناصر الكيميائيه لانها تحوي عدد معين من الاطوال الموجيه ولا تحوي كل الاطوال الموجيه ننتقل الان الى تعريف الطيف الخطي الغير متصل الطيف الخطي الغير متصل تعريف الطيف الخطي غير المتصل ممكن نقول بين قوسين الطيف الخطي الغير متصل يعني طيف يسمى بالطيف الذري الطيف ماذا الذري الطيف الذري سنعطي له تعريف الان اذا معنا قلنا بالنسبه للعناصر الكيميائيه تعتبر طيف خطي انا ممكن افعل خط هنا عشان نفهم هذا الكلام طيف خطي غير متصل الطيف الخطي الغير متصل او ما يسمى بالطيف الذري الان يمكن ان نعطي له تعريف طبعا الطيف الذري طيف يشمل جميع الأطوال اللي هي أو الترددات الموجية على شكل بالشكل التالي هو طيف ممكن نعرفه هو طيف طبعا قلنا إيش نوع الطيف هذا؟ عبارة عن طيف يشمل بعض الأطوال الموجية بعض يشمل وليس الكل بعض الأطوال الموجية لامدا، بعض الأطوال الموجية اللي هي الطول الموجي اللي رمزنا له مثلا له بالرمز آه لامدا و بعض الترددات، بعض الترددات، مقصود هنا الترددات على شكل خطوط، على شكل خطوط تظهر علينا، وبعض الترددات، وبعض الترددات التي تظهر على شكل خطوط على شكل طبعا ثم ايش؟ شكل خطوط تتولد عن الغازات والأبخرة، خطوط تتولد تتولد عن الغازات والأبخرة عن الغازات، نحن نتحدث عن ماذا؟ الطيف الذي يشمل بعض الأطوال الموجية، من أين تولد؟ من الغازات مثلا، بعض الغازات والأبخرة تظهر على شكل خطوط ساطعة، خطوط ماذا؟ ساطعة، والتي تظهر والتي تظهر على شكل خطوط ساطعة، يعني فيها لمعة، تعطي ماذا؟ خطوط ساطعة آه ملونة على خلفية معتمة، ممكن أنا أستقبلها أستقبل هذه الخطوط تظهر ملونة على خلفية معتمة على خطوط ساطعة تظهر ملونة ملونة تظهر على خلفية معتمة، أنا ممكن أستقبلها على خلفية معتمة نوضح أكثر هذا الكلام إذا الطيف الخطي الغير متصل الغير متصل قلنا يحوي عدد بسيط من الأطوال الموجية أو ما يسمى بالطيف الدري الطيف الدري قلنا هو طيف يشمل بعض الأطوال الموجية وهذا ما وضحناه بعض الأطوال الموجية وبعض الترددات التي تظهر تظهر على شكل إيش؟ على شكل خطوط تظهر معنا على شكل خطوط تتولد على الغازات والابخره من اللي يولدها الغازات والابخره والتي تظهر على شكل خطوط ساطعه يعني فيها ضواميط او ضوء وملونه تظهر على خلفيه معتمه انا ممكن أستقبلها طبعا على شكل خلفيه طبعا خطوط ملونه على خلفيه معتمه تظهر معايا متى اذا استقبلتها على حال او خلفيه اللي هي معتمه ننتقل الان الى تعريف الطيف الذري نحن قلنا الطيف الذري الان ما تعريف الطيف الذري طبعا هذا سنستفيد منه في الدراسات القادمه ان شاء الله بالنسبه لدراسه الذرات او اطياف العناصر الكيميائيه بشكل عام تعريف الطيف الدري هنا ما المقصود بالطيف الذري طبعا هو عبارة عن طيف غير متصل كما قلنا عبارة عن طيف غير متصل أنا ممكن أفعله داخل القوسين طيف غير متصل إذا جئنا إلى تعريفه طبعا يتكون من طبقة من إيش من عدة خطوط رفيعة مضيئة وساطعة طبقة بنوضحها تتكون من طبقة من عدة خطوط مضيئة وساطعة وساطعة إذا تعطي ماذا؟ تعطي وميض، آه، ألوان مختلفة تختلف باختلاف مواضعها تعطي الوان تعطي الوان مختلفة باختلاف مواضعها اذا تعطي لي الوان مختلفة باختلاف مواضعها او موقع اللي هي هذه الاطوال الموجية آه طبعا آه هذا ما اكتشفه العالم من؟ في عالم يدعى كيرتشوف هو اكتشف هذه الظاهره اللي هي ظاهره الطيف الذري هذا ما اكتشفه من؟ العالم كيرتشوف طبعا انا ممكن كيرشوف قال ان العناصر الكيميائيه طبعا تثار بالتسخين طبعا هذا ممكن اقول بين قوسين اكتشفه العالم كيرشوف كيرشوف وضح ان ايش وضح؟ ملاحظة، ايش وضحه؟ العالم كيرتشوف؟ قال أن أن العناصر الكيميائية تثار بالتسخين، تثار بماذا؟ طبعا العناصر الكيميائية تثار آه بالتصحين، عندما تثار بالتسخين تشع نفس الضوء الذي طبعا او اللون الذي امتصته تشع نفس الضوء او اللون الذي امتصته عندما نسخن العنصر الكيميائي الكيميائي يعطي طول طول موجي طبعا الذره سوف تمتص نفس الطول الموجي الذي اخرجته مثلا من داخل الذره لذلك كيرتشوف وضع هذه النقطه وقال ايش انه العناصر الكيميائيه تثار بالتسخين ما المقصود التسخين عندما نسخن العنصر الكيميائي ماذا يحدث له انه لكل عنصر لون خاص به يمتصه ويشعه يعني ممكن نختصر هذا الكلام انه لكل عنصر لكل عنصر لون خاص لون خاص به يمتصه يمتصه ويشعه يعني تحدث له عملية امتصاص وإشعاع طبعا هذا العنصر يمتص طول موجي ويشع نفس الطول الموجي يعني لكل عنصر لون خاص به هذا موضحه اللي كيرتشوف أو وضع نظرية أو قاعدة أو يقول أنه لكل عنصر لون معين خاص به كل عنصر كل ذرة لها لون خاص بها يمتص ويشع يمتص ويشع اللي هو العنصر له لون خاص به يمتصه ويشعه لكل عنصر لون يمتصه ويشعه اذا هذا ما توصله العالم كيرتشوف بالنسبه لي اللي هو الاطياف بشكل عام او بالنسبه للطيف الذري يعني تعرفنا الان على الطيف الذري او الطيف الغير متصل انه عباره عن الوان ويعطي الوان مختلفه وتختلف باختلاف مواضعها وكذلك هذا ما وضحه قلنا العالم كيرتشوف ان العناصر الكيميائيه بشكل عام تثار بالتسخين وان لكل عنصر لون خاص به يمتصه ويشعه. تعريف المطياف يستخدم لقياس وتحليل الضوء اي الطيف. إلى مكوناته المرئية وغير المرئية، تعريف طيف الامتصاص عبارة عن طيف يحتوي على خطوط سوداء داكنة في منطقة معينة وذلك نتيجة لاختفاء بعض الأطوال الموجية. تعريف طيف ذرة الهيدروجين H2 هو طيف العنصر الذي يتكون من أطوال موجية توجد انتظام وتناسق محددين تصنف في مجموعات تسمى السلاسل الطيفية. إذًا بعد أن وضحنا طيف، الطيف الذري أو الطيف الغير متصل، ننتقل الآن إلى نقطة أخرى آه، تعريف اللي هي خطوط الامتصاص لذرة الهيدروجين، خطوط خطوط الامتصاص، لماذا خطوط الامتصاص قلنا؟ لذرة H2 حتى نوضح خطوط الامتصاص لذرة H2 أو ذرة الهيدروجين حتى نوضحها طبعا أنا سوف أخذ غاز ذرة الهيدروجين حجم معين من H2 سوف أخذ حجم معين من غاز ذرة الهيدروجين بعد ذلك حتى أوضح معنا خطوط الامتصاص أخذ أو أسلط عليها حزمة من الضوء أسلط على هذا الحجم حزمة من الضوء بهذا الشكل ضوء حزمه من الضوء ماذا سيحدث؟ طبعا سيمر هذا الضوء او الحزمه من الضوء اين؟ الى H2 الى H2 او الى ذره الهيدروجين طبعا انا بعد ما تخرج هذه الاطياف من اللي هو هذا الحجم سوف احللها بمطياف نحللها بماذا؟ مطياف، مطياف هذا محلل الضوء. محلل الضوء. نلاحظ أن الطيف المتصل لهذا اللون قد مر، إيش بتلاحظ؟ أن الطيف المتصل لهذا اللون قد مر في غاز اللي هو H2، قد مر منه ويحوي خطوط داكنة وهي أطوال موجية معينة، ويحوي خطوط أيضاً داكنة وذات أطوال موجية معينة إذا مررنا حزم من الضوء في حجم معين من غاز الهيدروجين استقبلناه طبعا أو حللنا بعد خروجه من هذا الحجم من غاز الهيدروجين بواسطة مطياف وظيفة المطياف اللي هي تحليل الضوء سنجد أنه لا يعني تظهر معنا خطوط طبعا داكنة لها أطوال موجية معينة إذا الطول الموجي الداخل هنا معنا اطوال موجيه خارجه، اذا انه ذره الهيدروجين قد امتصت هذه الخطوط الداخله وعن طريق مطياف استطعنا ان نحلل هذه الخطوط انها عباره عن خطوط مالها؟ داكنه، يعني انه اطوال موجيه معينه تستطيع ان تمر عند دخولها الى غاز الهيدروجين وتعطي اللي هي اطوال موجيه نتيجه لمرورها في هذا الغاز. لذلك هذه بالنسبة لخطوط الامتصاص لذرة الهيدروجين الآن ما نستفيد من هذه التجربة أو من هذا الوضع الذي أخذناه عند مقارنة طبعا هذه الخطوط الداخلة مقارنتها مع ذرة الهيدروجين تنطبق معها يعني أشتي نوصل إلى فكرة ما هي أنه إذا قارنا الأطوال الموجية لهذا الضوء مع الاطوال الموجيه لخطوط ذره الهيدروجين اذا نلاحظ انها مالها تكون ماله اللي هي نفسها الاطوال الموجيه الداخله سوف تساوي الاطوال الموجيه الخارجه وبالتالي تكون قلنا خطوط سوداء معتمه تعريف طبعا عن السلاسل الطيفيه الان ما المقصود بالسلاسل الطيفيه طبعا هي مجموعه محدده من الاطوال الموجيه في الاطياف الذريه اذا نقول هي مجموعه هي مجموعه محدده من ماذا قلنا من الاطوال الموجيه من الاطوال الموجيه الموجوده أين؟ كما قلنا في الاطياف اللي هي الذرية في الأطياف الذرية إذا هذه المقصودة وهذا المقصود في السلاسل الطيفية هي مجموعة محددة من الأطوال الموجية في الأطياف الذرية طبعا في عالم اسمه بيلمر وضع قانون لحساب هذه الأطوال الموجية أنا أتحدث الآن عن الأطوال الموجية، كيف يحسب هذه الأطوال الموجية؟ آه في عالم يدعى بالمر وضع قانون لحساب هذه الأطوال الموجية، طبعا يسمى قانون بالمر، قانون بالمر وضعه هذا كما قلنا العالم بالمر وضع قانون لحساب الأطوال الموجية. وضع قانون لحساب الأطوال الأطوال الموجية. القانون بالشكل التالي واحد على لامدا يساوي أر إتش بين قوسين واحد على اثنين تربيع ناقص واحد على نون تربيع هذا يطلق عليه قانون بلمر فيما يستخدم هذا القانون طبعا قلنا يستخدم وضعه هذا العالم بالمر لحساب الأطوال الموجية بالنسبة لعناصر الذرات لحساب الأطوال الموجية طيب طبعا انا ممكن اوضح هذه واحد على لمدة طبعا واحد على لمدة عدد موجي عدد موجي عدد موجي عدد موجي, عدد موجي اللي هو مقلوب الطول الموجي معنا ار اتش هذا ال -R يطلق عليه اسم ثابت ريد بيرج ثابت ريد بيرج نسبة إلى العالم ريد بيرج، له طبعا قيمة معينة معنا واحد على نون، واحد على اثنين تربيع، واحد على نون تربيع، نون تربيع هذا عبارة عن عدد صحيح اللي هو مثلا ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ما لا نهاية، إذا هذا القانون يطلق عليه اسم قانون بالمر ويستخدم لحساب الأطوال الموجية للسلاسل الطيفية. طيب معنا إذا كانت نون لو نلاحظ أنه مثلا عندما تكون نون ثلاثة وأربعة وخمسة عندما نون عندما نون اللي هو العدد الصحيح أنا بعوض هنا بنون سوف نعوض بنون ثلاثة نون أربعة نون خمسة عندما تكون نون ثلاثة وأربعة وخمسه ماذا سنتحصل طبعا سنتحصل على امواج اطوال موجيه معينه آه نحصل على اللي هو الطيف الاول الطيف الثاني او الطول الموجي الاول الطول الموجي الثاني الطول الموجي الثالث طيب عندما تزداد اللي هي مثلا نزيد خمسة ستة الى ما لا نهايه نتحصل على رسمه معينه حتى نوضحها طبعا هنا معنا الأطوال الموجية التي سوف تظهر كلما مثلا زدنا ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره نتحصل على خط واحد يعني يندمجوا كلهم في خط واحد يعني هنا معنا طول الموجي الأول الطول الموجي الثاني طول الموجي الثالث كلما وصلنا إلى ما لا نهاية نتحصل على طبعا هنا اتش ما لا نهاية نتحصل على خط واحد طيب، الآن إذا مثلا نظرنا قلنا وإذا كانت نون مثلا أكبر أو تساوي ثلاثة، إذا عوضنا هنا أكبر من ثلاثة مثلا أربعة، خمسة، ستة، سبعة إلى آخره، على ماذا نتحصل؟ نحصل على جميع سلاسل الأطياف، نحصل على جميع سلاسل ماذا؟ الأطياف، بالنسبة للطيف المرئي لذرة H2، يعني إذا كانت نون أكبر أو تساوي ثلاثة نعوضها نعوض هنا مثلا بأربعة وخمسة وستة إلى آخره هنا نتحصل على جميع السلاسل الطيفية نتحصل على جميع السلاسل الطيفية طبعا آه لو نلاحظ أن هنا تصبح خطوط متقاربة قلنا كلما عوضنا بقيمة نون نتحصل على خطوط حتى نتحصل في الأخير على خط واحد في الاخير استطاع بالمر من خلال هذا القانون حساب الاطوال الموجيه طبعا او بالنسبه للسلاسل المختلفه للالوان المختلفه وخاصه لذره الهيدروجين وبهذا ابنائي وبناتي الطلاب نكون قد وصلنا الى نهايه درسنا لهذا اليوم على امل اللقاء بكم في درس قادم بمشيئه الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته